التطور الطبي أعطى فرصة للكثيرين في العلاج وإنهاء المعاناة والألم، ومؤخرا يعني أصبحنا نسمع عن ما يسمى بطب الأشعة التداخلية الذي يهتم بعلاج كثير من الأمراض عن طريق عمليات دون جراحة، طبعا باستخدام أحدث التقنيات الطبية. حنعرف أكثر عن هذا الأمر مع ضيفنا الدكتور المأمون جسنية استشاري الأشعة التداخلية. يا هلا فيك دكتور، منورنا في ساعة شباب. أهلا بك وشكرا لكم على الاستضافة. بالعكس واجبنا. يعني في البداية دكتور، مو كثير ممكن يسمعوا مصطلح الأشعة التداخلية، فنبغى نعرف طب الأشعة التداخلية أكثر عنه ونسهلها أكثر على المشاهدين عشان توضح الصورة أكثر. طيب ممتاز. هو حقيقة الأشعة التداخلية هي ترجمة حرفية للكلمة بالإنجليزي، هي Interventional Radiology، فالاسم بالإنجليزي شوية لخبط وبالعربي شوية لخبط، فكثير من الناس تعتقد أنه هو علاج إشعاعي، لكن هو ليس علاج إشعاعي، هو حقيقة تخصص، فهو طب بشري، تخصص أشعة تشخيصية، ثم تخصص أشعة تداخلية، فهو تخصص دقيق وليس علاج بالإشعاع. الطب هذا والنوع العلاج هذا هو تخصص يتم العلاج فيه بقسطرة صغيرة، والأشعة فكرتها في الموضوع كله هي عبارة عن كاميرا من برا، سكننا منظار، هي عبارة عن كاميرا تطالع من برا، تقدر تشوف جسم الإنسان وتقدر برضو تورينا القسطرة فين متوجهة، فهذه هي الفكرة في كل الموضوع. طب ايش الفرق بينها وبين المنظار؟ يعني المنظار عبارة عن كاميرا، جديد علينا فعلا، ما سمعناه قبل كذا. اي المنظار عبارة عن كاميرا، ولكن هذه ما هي، هي عباره عن اشعه سينيه زي اللي بيصوروا بها الاشعه المقطعيه وكذا، ولكن نوع معين خفيف يصور داخل جسم الانسان، طبعا ما يصور كل التفاصيل، لكن الفكره كلها انه احنا نصور القسطره تبعنا كيف تمشي في جسم الانسان وفين تتجه يتم العلاج بها. طبعا هي مو بس اشعه سينيه، في اشعه اللي هي موجات فوق صوتيه، فبالالترا ساوند برضه نفسه بنستخدم بعض الابر تحت توجيه الالترا ساوند او بالرنين المغناطيسي مثلا في بعض الاوقات. يعني انصدمت لما قلت لي انه هذا التخصص من 30 40 سنه، يعني شيء قديم مره، فنبغى نعرف اكثر عنه وايضا مميزات هذا التخصص. صحيح، هو التخصص موجود، وفي حتى من الناس البايونيرز اللي احنا نسميهم في السعوديه هنا ما شاء الله، بدون ذكر اسماء عشان ما ننسى احد، لكن في ناس ما شاء الله تبارك الله السعوديين تخصصوا في هذا المجال من الثمانينات وجوا اشتغلوا هنا في الجامعة في جدة في الرياض في أماكن كثير وبدأوا التخصص. طبعا في الأول كان بالنسبة للناس عبارة عن سحر، يعني الناس كانوا لما يجوا يقولوا احنا مدينا نسوي عملية بس بمجرد قسطرة، الناس يقولوا لا ما نصدق. ففي الأول اللي حقيقة اللي بدأوا هذا التخصص بالذات في السعودية عانوا في الأول، لغاية ما الناس تعودت عليه وبدأ يعني يبني نفسه وسمعته ويكمل في كده. إيش ميزاته بالنسبة للشق الثاني من سؤالك؟ طبعا هو علاج بدون جراحة، ما في أي شقوق ولا جروح ولا ندبات ولا خياطة ولا تدبيس ولا أي شيء، هو عبارة عن قسطرة صغيرة تدخل وتسوي العملية وبعدين تطلع مرة ثانية. ميزة ثانية أنه في كثير من الأوقات يكون عن طريق التخدير الموضعي، يعني حتى ما يحتاج تخدير كامل. أي في أوقات كثير كمان ما يحتاج لتنويم، فالمريض يجي من بيته يسوي العملية يرجع يخرج ثاني مرة ما شعر جوله على بيته. وفي أشياء ثانية كمان طبعا أنه الاستشفاء منه سريع، طبعا لما يكون ما في عمليات ما في شقوق ما في يعني جروح، الآلام والاستشفاء منها والعودة للحياة الطبيعية أسرع كثير مع الأشعة التداخلية. طب نجي للسؤال المهم، نبغى نعرف الحالات أو المرضى الذي يحتاجون لهذا النوع من الأشعة. ممتاز. طبعا مجالنا جدا كبير وكل يوم يكبر زيادة، يعني على قد ما أنه برضو لسه في ناس ما تعرف عنه ما يتلامه، طبعا الاسم شوية صعب، هو تخصص جدا دقيق لكن العلاجات جدا كبيره، فخلينا نقسمها تقسيمه كده بسيطه. نجي نقول ايش دور الاشعه التداخليه في صحه المراه؟ نمسك المراه، فخلينا نتكلم عن حاجتين رئيسيين، واحد منهم اللي هو اورام الليفيه. الاورام الليفيه في السابق كان يبقى لها علاج بالجراحه، يا اما يشيلوا جزء من الورم الليفي، يا اما يستأصلوا الرحم بالكامل، يا اما في حلول اخرى ثانيه. فالان لا، في حل انه يتم اصمام او اغلاق الشريان فيموت الورم في مكانه بدون اي جراحه، بدون ما يستأصل شيء، بدون اي حاجه. الشيء الثاني فرضا اللي هو احتقان الحوض عند النساء، الناس اللي عندهم الام في الحوض برضه بيصير عن طريق القسطره بدون اي جراحه. هذا بالنسبه للمراه كاختصار. الرجل احنا الان في نوفمبر اللي هو موفمبر شهر الرجل، فالرجل ايش له حل معانا في الاشعه التداخليه؟ البروستاتا، كثير ناس يعانوا من تضخم البروستاتا وبيسبب لهم يعني من انزعجه في التبول الله يكرمك، وفي ناس كثير ماشيين على قسطره طول النهار. ف
يجي دور طب الأشعة التداخلية، إنه زمان برضو المسالك أو الجراحة بتشيل جزء من البروستاتا عشان يريح المنطقة عشان يقدر الإنسان يتبول براحته. فبرضو فيها جراحة، فيها أعراض جانبية، فيها مضاعفات، فالمضاعفات أقل مع الأشعة التداخلية بإنه إحنا نعالج هذا الشيء. الشيء اللي غير كده الدوالي الخصية الله يكرمك، برضو هذه من الأشياء اللي بنعالجها في الأشعة التداخلية. عشان ما اطول عليهم برضو المشاهدين، بس بدنا نعرف الاجسام، فقلنا دور الاشعه التداخليه في المراه والرجل، الرجل إيه؟ والان في حاجه ثانيه في القدم، السكريه. كثير من الناس زمان كان يجيهم انسداد في الشرايين، ايش صحيح. اللي بيسوي لهم؟ بيسوي لهم بتر. فالان في حلول انه احنا نسوي دعامات او نسوي بالونات نفتح الشرايين المغلقه، وهذا الشيء جدا ممتاز برضو، بقسطره بيوم واحد وبيخرج المريض في نفس اليوم. ما شاء الله تبارك الله، يعني وبيحافظ على رجله. هذه العمليات بتتم بدون جراحه، بدون جراحه وببنج موضعي طبعا. وفي نفس اليوم يعني المريض يقدر يدخل المستشفى وفي نفس اليوم يخرج منها بدون اي اضرار جانبيه. ولكن نحن دائما دكتور نسمع ان في انطباعات خاطئه منتشره عن الاشعه، وخصوصا الحريم، المراه الحامل ما ينفع تتعرض لأشعة، فأغلب الناس ممكن تخاف، لا والله العملية بأشعة ما حسويها. صحيح. فهل هذه الانطباعات خاطئة؟ لا، هي ما هي خاطئة. الإنسان لازم يكون حريص من موضوع الأشعة، وإحنا نفسنا بنشتغل في الأشعة كل يوم، فنلبس أشياء تقينة، ودائما عندنا حساب لكم كل مريض بياخد، فكل شيء محسوب، وإحنا ماشيين بالستاندرد العالمية. فأي مريض سواء حامل سواء غير حامل سواء طفل، كلنا بنهتم انه احنا نعرضهم لاقل ضرر أي. بالنسبه للاشعه، وكل شيء محسوب وتسجل تحت كل مريض، انه ما يقدر ياخذ جرعه اكبر من شيء معين، او انه احنا لازم عشان نعمل له ريبورتنج، يعني اذا زادت عن حد معين يعني. يعني ما لها اي اضرار جانبيه نقدر نقول. احنا كل شيء يعني في النهايه اي علاج له مضاعفات جانبيه، لكن احنا دائما في الحد زي ما تقول الامن اللي احنا بنعالج فيه. طب دكتور، نحن عندنا سلايدات راح نعرضها للمشاهدين عشان تشرح لهم هي بشكل اوضح، فحنشوف هنا توزيع الشرايين الطرفيه بالبالون. هذه جميل، زي ما انتم شايفين في الناحيه اليسار هنا في المنطقه زي كنا هذه الان الساق مع القدم، وزي ما انتم شايفين في الناحيه اليسار ما في عندكم اي 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 خطوط سوداء، اللي هي الصبغه بتمشي في الشرايين او ضعيفه جدا. فاللي في النص في زي الخط الاسود، هذه البالونه النحيفه الصغيره اللي ماشيه في الشريان. في الشطور الاخيره زي ما انتم شايفين الشريان متوصل واصل للقدم، فالان في دم وفي ترويه واصل للقدم كلها في هذا النحف الصغير. ممكن نشوف اللي بعده حتى. الان في ناس عندنا اللي يجيهم انسداد كامل في الاورده اللي هنا الداخليه. في السابق يا اما ما يقدروا يسووا لهم شيء، يا اما يضطروا يفتحوا الصدر ويسووا توصيله ثاني مره للوريد ويوصلوا الوريد بالثاني. فاحنا برضه داخليا عن طريق القسطره شايفين الخط اللي موجود هذا الاسود في اليمين، هذا عباره عن الوريد اللي جاي تحت الترقوه. في الناحيه اليسار هنا شايفين الخط مكتمل الاسود، هذا معناه فتحنا. هذا بعد العمليه، هذا بعد بالضبط. فهذا الان متصل زي ما انت شايفته من فوق لغايه تحت، متصل الوريد، فالان فتحنا الوريد كله عن طريق القسطره بدون اي جراحه. جميل جدا، عن طريق الأشعة التداخلية. اي نعم. هذه علاج الاورام اللي فيها طبعا زي ما تكلمنا عنها. بشكل مبسط يعني بنحط حبيبات وبنقفل الوريد عشان الأورام اللي فيه. جميل. وهذه تضخم البروستاتا برضو نفس الشيء، نفس الفكرة. ممكن نشوف حتى يمكن فهمنا أكثر طريقة عمل هذه العمليات. يعني إذا كان في انسداد في الشرايين عن طريق الأشعة، وشيء جدا بسيط وبدون جراحة بالقسطرة ينفتح هذا الانسداد. طب كيف ممكن أي شخص حابب أنه يتخصص في أشعة طب الأشعة التداخلية؟ أيوه، بالنسبة للشباب عشان اللي يكونوا في الطب أو حابين يدخلوا، طبعا طب بشري، بعد كده اللي في السعودية حاليا أشعة تشخيصية، ثم بعد كده أشعة تداخلية. أشعة تشخيصية حوالي 4 سنين، بعدين أشعة تداخلية 2 سنين كمان بعد الطب. في الخارج زي أمريكا عندهم من الطب بعد كده بيتخصصوا على طول في الأشعة التداخلية لمدة 6 سنوات تقريبا. طيب يعني مدى قوة وجودة هذا التخصص في المستوى الموجود عندنا في السعودية؟ عندنا ناس جدا متخصصة وعلى مستوى عالي جدا، يسوي عمليات نوعية وعمليات صعبة جدا في بالذات في المراكز الرئيسية زي جدة، الرياض، الشرقية، لكن موجود حتى في حائل، حتى في الجنوب، حتى في الأماكن هذه. وفي عدد لا يقل عن يمكن حوالي تقريبا 100 وشوية متخصص في هذا المجال واستشاريين، وفي له جمعية علمية
وفي يعني يعتبر ما شاء الله تبارك الله الان في الطالع، وكل سنه بيتم تدريب حوالي 13 طبيب تقريبا 14 طبيب في هذا المجال عشان يتخصصوا تخصص دقيق محليا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طب يا دكتور، هل تعطينا بعض القصص عن حالات تم شفائها بالكامل؟ ممتاز. في عندنا حالات فرضا، يعني خلينا نمسكهم برضو واحده واحده بنفس الترتيب عشان ما نلخبط بينهم. في عندنا حالة فرضا مريض كان مقرر له انه يعمل له اسمه ده بتر للقدم، فبعد ما سوينا له البالونة او الفتح الشريان او كده ما بترنا القدم بعد كده، لانه الحمد لله زادت التروية وتعالج الجرح ومشت الامور. في برضو ناس اللي عندهم انسداد في الاوردة، وهذا برضو من القسطرة، كانوا ما يمكن يصير لهم زراعة كلى، الأوردة مسدودة فما في مكان يوصل فيه الكلية الجديدة، ففي ناس فتحنا لهم الأوردة هذه والحمد لله تمت زراعة الكلية والحمد لله أمورهم كويسة الحمد لله. في مريضة أفتكرها جلست شهرين صايمة ما تاكل ولا تشرب لأنه كان عندها تسرب في قنوات الليمفاوية، ما تقدر تاكل ولا تشرب لأنه كان عندها تسرب، فسوينا لها عملية بقسطرة صغيرة لمدة يمكن ساعة زمن بدون أي جراحة، وبعد كده مارست حياتها الطبيعية من يوم وليله يعني سبحان الله. فعلا دكتور يعطيك الف عافيه ونشكرك على تواجدك معنا اليوم، والله يشفي جميع المسلمين يا رب. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. شكرا لك وشكرا للاستضافه. الله يعطيك العافيه. بالعكس عجبنا دكتور. الله يديكم العافيه. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل سباقات القدره والتحمل مع عشاقها في الميدان.